مدينة مغربية عزيزة على اليهود من كل العالم، كيزوروها بالآلاف بشكل منتظم باش يحتفلوا بموسم هيلولة الديني. هيلولة؟ اشنو هو هاد هيلولة عاوتاني؟ مفراسيش وفراسك اللي مكلف بالحفاظ على التراث ديالها هو يهودي مغربي ومستشار ديال ملك المغرب أندري أزولاي، اليهودي اللي تولى رئاسة جمعية تصويرة موغادور صنفت المآثير ديولها منذ سنة 2001 كتراث إنساني من طرف منظمة يونسكو. افتتح بها العاهل المغربي وعدة شخصيات بينها مديرة يونسكو أودري أزولاي. بيت الذاكرة وهو متحف خاص بالتراث اليهودي، أيه مديرة يونسكو هي بنت أزولاي لكي يعشقوا المدينة، مدينة تاريخية عريقة محصنة ويعود بدايتها إلى القرن 18. واش كنتي عارف بأنها المدينة الوحيدة في العالم الإسلامي لسكانها أغلبية يهودية في القرن 18؟ تعرفت بمهرجاناتها العالمية وتنوعها الثقافي، ومعروفة أيضا بالرياضات المائية والبحرية. محدك وصلت لهذه المرحلة من الفيديو، اجمع ساكك ويلا نسافروا مجموعين نشدوا الطريق للصويرة. شالوم عليكم، أيه هي كلمة عبرية كتستقبل كل زائر في بيت الذاكرة، وهي مزيج من اللغتين العربية والعبرية للتعبير عن التعايش بين اليهود والمسلمين في المدينة. أعيد ترميم دار عتيقة في الملاح وهو حي يهودي بالمدينة المطلة على المحيط الأطلسي باش يكون بيت الذاكرة. تفتح هذا البيت بحضور العاهل المغربي وعدة شخصيات بينها مديرة يونسكو أودري، وهي ابنة أزولاي كما سبق وقلنا وما فيها باس نعودها. أندري أزولاي مستشار العائل المغربي صرح بأن فكرة المشروع باش يحافظ على التعايش المشترك بين الجميع والحفاظ أيضا على التراث اليهودي. وأزولاي صرح عاوتاني بأن الصويرة كانت المدينة الوحيدة في العالم الإسلامي اللي سكنها أغلبية يهودية في القرن 18 خلال عهد السلطان محمد الثالث، اللي جعل من المستعمرة البرتغالية السابقة وميناءها مركز دبلوماسي وتجاري. وهاد أزولاي من بين المستشارين القلال اللي عاصروا ملكين مغربيين الحسن الثاني ومحمد السادس. الرجل عنده علاقات عالمية متشعبة باليهود المغاربة وفي كل العالم، وعنده ثقل مهم على المستوى العالمي، والسيد عزيز عليه المدينة لدرجة كبيرة. وماشي غير هو، فسنويا كيجي للمغرب آلاف من اليهود ذوي الأصول المغربية والعالمية للاحتفال بأعياد دينية أو زيارة ضرائح دينية محلية مثل موسم هيلولة. وهذا هيلولة هو حفل ديني كيديروه اليهود نهار 26 من شتنبر كل سنة بمناسبة ذكرى وفاة الحاخام حايم بنتو المزداد في المدينة. الصويرة أو موغادور كما تسمى في التاريخ الأوروبي بنيت في إفريقيا الشمالية وفقا لمبادئ الهندسة المعمارية العسكرية الأوروبية اللي كانت سائدة في ذلك العصر، فمنذ تأسيسها بقيت مرفأ تجاريا عالميا من الباب الأول، وكتربط المغرب وداخل البلاد الصحراوية بأوروبا وباقي العالم. إرثها التاريخ العريق جذب السياح وعشاق السياحة الثقافية من مختلف أنحاء العالم. مدينة صنفت بمآثرها منذ سنة 2001 كتراث إنساني من طرف منظمة يونسكو، لأنها كتحتضن قلاع وحصون ومساجد وكنائس قديمة كتعكس جو التسامح والتساكن بين الأعراق والديانات. وفيها كاين أحد أقدم ميناء لتسهيل عملية التبادل التجاري بين المغرب وأوروبا منذ منتصف القرن 17. أول حاجة كتثير انتباه بمدينة صويرة هو تراثها المعماري اللي كيرجع إلى فترات غابرة من الزمن الفينيقي والروماني القرطاجي وكذلك الأمازيغي والعربي. تأسست المدينة سنة 1764 على يد السلطان محمد بن عبد الله غرب مراكش والمطل على المحيط الأطلسي، وكان الهدف من إنشائها هو تكون مرسى بحري رئيسي في المغرب للتبادل التجاري مع أوروبا. مدينة الصويرة أو تصورت كما كيسميوها الصويريين غنية ببنايات فيها الطابع الأندلسي مع الإيبيري البرتغالي. فقلعة السقالة تعتبر من أشهر المعالم الأثرية وكتأرخ لحقبة مضيئة من تاريخ المدينة. بغيتي تعرف بزاف على تراث المدينة، ما عليك غير تزور واحد من أهم وأقدم متاحف المغرب، متحف محمد بن عبد الله في قلب المدينة، لكي يتيح للزائر التعرف على الحضارات المتعاقبة. ويقدم المتحف لتفتح سنة 1980 صفحات من تاريخ المدينة
من عصور ما قبل التاريخ. دابا سالينا مع التراث، أراك شوية الفن. أيه يا سيدنا، الفن واخا المدينة صغيرة وكتغطي عليها سياحيا مراكش وأكادير، فكيكون فيها أكبر مهرجان للموسيقى الروحية والقناوية، من أهمها مهرجان قناوة اللي أصبح من أهم المهرجانات الموسيقية المصنفة عالميا، ومهرجان الموسيقى الكلاسيكية اللي كيشارك فيه فرق موسيقية محترمة من أشهر الفرق اللي كتقدم أعمال بيتهوفن وباخ موزارت وغيرها. وهو مهرجان كيحظى بمتابعة كبيرة من طرف وسائل الإعلام العالمية، والمدينة هي عبارة عن لوحة فنية تشكيلية بامتياز، وبالأخص أنها كتحتضن الكثير من أروقة الفن التشكيلي. هضرنا على اللي زوين في الصويرة، ولكن كاين نقط سوداء لا بدا نشيرو ليهم. فرغم شهرة المدينة وتوافد السياح من مختلف العالم، ولكن رغم ذلك البنية التحتية ديالها متواضعة وما كتليقش بتاريخها وقيمتها. لذلك خاص المسؤولين تداركوا باش يديروا مخطط لتنمية المدينة وتسويقها كوجهة سياحية عالمية متميزة. مدينة الرياح والأرقان والعرعار والسياحة الجبرية والرياضيات البحرية، مدينة الصناعات التقليدية والفنون التشكيلية والثروة السمكية، هي الصويرة بجمالها وسحرها. ورغم الإكراهات إلى أنها كانت وغادي تبقى تستقطب السياح من جميع العالم. خوتي وخواتاتي على سلامتكم، رحلة ديال الصويرة سالت، نلتقوا مرة أخرى في رحلة أخرى ومدينة أخرى إن شاء الله.